ده مشغول للدرجه دي؟ لا الحقيقه عم بسمعك. بس انا خلصت كلامي. فاذا شو المطلوب مني؟ يبقى انت ما كنتش سامعني. لا سامعك، بس عم حاول رتب طلباتك بالتسلسل. اولا انت بدك كميه سلاح شوي ضخمه. ثانيا بدك رجال يعرفوا يستعملوا هيدا السلاح. ثالثا هودي الرجال ممكن يقتلوا او ينقتلوا. وبعتقد بتفضل لو عندك اسماء ناس معين تعطيني اياها وانا بجيب لك اياهم بالاسم. وعم فكر بطريقه امرق على السوبر ماركت سكر لك فاتوره مشترياتك. ما تكون مفكرني المارد اللي طلع من فيلموس علاء الدين. ده انت بتتريق بقى. لا ابدا، انا عم حاول فيقك من الحلم اللي عايش فيه. تفيقني انت يا سراج؟ تفوقني انا؟ انا سليم العطار ولا نسيت سليم العطار عمل معاك ايه؟ نسيت ان انا وقفت جنبك؟ نسيت ان انا شلتك وانت واقع؟ الحقيقة اللي بيناتنا هو مجرد مصلحة. مصلحة إلي ومصلحة إلك ولزين الله يرحمه، وقبلي كان بي، وأنتوا اللي اخترتوني. هلا أنت الطريقة اللي عم تحكي معي فيها وكأنه كنا أولاد صغار أنا وياك نلعب ونكسر جوز، ياخد وجه كتير يعني. سليم انتوا انتهيتوا، انتوا ما بقى موجودين بالسوق. يظهر ان انت لما شفتني اتحبست يومين قلت خلاص ده راحت عليه. الحقيقه هو لما طلعت على التلفزيون صابك الغرور. ما كنت عارف يمكن انه هيدا مجرد دور وبينتهي. بس انا دوري ما انتهاش يا سراج. أنا دوري لسه حيبدأ، ولسه حقول فيه قوالة كتير قوي، واللعبة هيحلو قوي. ابقى اتفرج يا سراج. هتفرج. انت كويسة؟ كويسة يا بابا، ما تقلقش. طب حبيت بس اعرفك ان العيله كلها جايه النهارده. ما تبانيش قدامهم بالشكل ده، عايزك تبان قدامهم قويه. انا كنت قويه بزكريا يا بابا، حتى وهو تعبان كنت بقوى عشان اقويه. كنت دايما بقول له انت كبير وكبير دايما قوي. انا خايفه على زكريا قوي يا بابا، خايفه. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله زكريا هيبقى بخير. يا رب يا رب. زكريا يا ولدي، انت بتخلف صح؟ ايوه يا عمي، انا بخلف. هايدي اللي ما بتخلفش، بس انا ما كنتش بقول لحد عشان ما اكسرهاش وسط العيله. الله انك راجل ابن راجل. معلش يا عم، انا محملك مشاكلي وهمي، وانت اصلا مش ناقص يا ابني. ده انا اللي وشي في الارض منكم بعد اللي عمله ابني. هد كل اللي بنيناه من قبلك ده. كل حاجه هترجع احسن من الاول، اوعدك يا عمي. قول لي يا زكريا، عملت ايه مع عائله عبد الهادي؟ الناس مش مقصره، قالوا انهم معانا في اي وقت. طب ما اقدم الرجاله معانا، يبقى لازمته ايه اللي انت بتعمله معه فيك؟ ها؟ هتسيب له البلد بحالها ولا ايه؟ مش انت بيعتني بقى الكبير؟ ايه؟ يبقى ثق فيا، انا عارف انا بعمل ايه. لو رحنا عشان نرجع القصر ومعرفناش نرجعه هتبقى دي الكسرة الحقيقية لينا. العمر عبد الله كان في الدرة، محدش واخد باله منه، لكن احنا كل خطوة محسوبة علينا.
ومتشافة، ولو القصر مرجعش هنفضل مكسورين ليوم الدين. أنا كده كده هحاول أجيب رجالة من الدار، بس لما أعرف أوصل للدار. يا باشا أنتوا مش كلكوا عطرين في بعض برضو ولا إيه؟ مش عبد الله ده منكم؟ عبد الله عمره ما كان مننا، ده واد جشع وطماع عامل زي الكلب المسعور، غير إن ما عندوش أصل يعض الإيد اللي بتتمدله، بعدين خفيف يريل على أي عضماية تترميله، وعشان كده زينب قدرت تمشيه زي ما هي عايزة. الواد ده أنا طول عمري ما بحبوش، لا هو ولا زينب، بس كان حد يصدق اللي عمله ده؟ أنا فكرت إن ممكن يعمل كده، فكرت إن زينب الله يرحمه فكر في الكلام ده برضو، عشان كده كان عايز يولي زكريا على حياة عينه، مش عايز أي حد يخش في اللي ملوش فيه. ألا هو زكريا عامل إيه دلوقتي؟ زكريا الحمد لله رب العالمين، أنا اطمنت عليه وهو في مكان كويس. عارف. إيه؟ أنت كنت معاه ولا إيه؟ لا يا فتحي، ما كنتش معاه، بس أنا عارف كويس هو فين وبيعمل إيه، وعارف إنه أكيد هيوصل لحاجة. زكريا أصله اتحط في نفس الظروف اللي عملت أبوه وعملتني، وهيطلع منها كبير فعلا. بس زكريا مش هناك عشان الرجالة، زكريا هناك عشان متهم في قضية قتل. مش أي قضية، دي قضية قتل ظابط، بس هناك أكيد هو وسط نفسه، محدش هيبلغ عنه ولا أدخن تخين. بالمناسبة البركة فيك أنت وصالح وفارس وسيف باشا. طبعا. ألا صحيح يا سيف باشا، أنت طلبتني ليه؟ عاوز مني إيه؟ كل خير يا باشا إن شاء الله، كل خير. جلال مش هيفيدك بحاجة على فكرة خالص، المستقبل معايا أنا. ويا ترى المستقبل اللي معاك ده شكله إيه بالظبط؟ شكله زي الفل والصلاة على النبي. قول لي بس إنك معايا وهقول لك هنعمل إيه بالظبط. طب وانا هستفيد ايه؟ هتستفيد كتير قوي. على الاقل يا باشا هترجع لمكانتك اللي كنت فيها، بس اللي انا متاكد منه واثق فيه قوي انك ما عندكش اي حاجه تخسرها. فكر وخد قرارك وقولي بس انك معايا. القرار راح اقولك لا يمكن تقدر ترفضه ابدا. عبد الله قدر يستغل الفترة اللي كان كل واحد فينا مشغول بهمه. صالح مشغول بسفره، فارس مشغول بابن جلال، جيهان بولادها، أنا بقضيتي، حتى زكريا. زكريا كان مشغول بموت أبوه والحمل اللي شايله له قبل ما يموت. وأنا شخصيا للأسف كنت فاكر إن كل اللي بيحصل ده مجرد صدف، لكن اكتشفت بعد كده إن كل ده مترتب. إيه ده اللي مترتب؟ كل اللي حصل يا مراد، من أول قتل شريف اللي هو في الأصل محاولة لقتل زين العطار، مروراً بكل الأحداث اللي حصلت بعد كده لغاية ما عبد الله استولى على القصر. يعني إيه يا عم؟ يعني عبد الله هو اللي عمل كل ده؟ لا 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 يا فارس، عبد الله أتفه من إن هو يعمل كده. مظبوط يا صالح. في حد خطط لكل ده، عبد الله مجرد لعبة في إيده. بس مين اللي هيقدر يعمل كده؟ مش مهم نعرف مين دلوقتي، المهم إننا نكسر اللعبة دي. رجوع عيلة العطار للقصر بقى شيء حتمي، لازم ترد هيبتها وبأي وسيلة، وده مش هيحصل إلا لو رجعت العيلة زي ما كانت في الأول، إيد واحدة. كل واحد فينا يبقى خطوة لقدام، كل واحد فينا يبقى جزء من الخطة، وبالخطة دي هنقدر نرجع القصر. نادية، هو الحاج ما جاش ليه؟ لسه زعلان منه ولا ايه؟ سيبك من الحاج صبري. الله، وانا مش بالي عينيك ولا ايه؟ ناقص تقول لي استنى لما اسال عنك. لا زكريا، انت اشهر من نار على العلب، امال فين المأذون؟ وادي المأذون اهو.
والمأذون جه اهو وانا الشاهد الاول وادي البطاقه.